رح نبدأ بأول فقراتنا لليوم وفقرة مهمة عن عالم الطفولة. عالم الطفولة أو مرحلة الطفولة من أكثر المراحل اللي بتحتاج لعناية فائقة من الأهل، سواء بالحياة الاجتماعية أو طريقة التربية. واليوم من أبرز المواضيع وأهم اللي لازم ينتبهوا لها الأهل، كيف اليوم لازم ننشئ جيل قنوع عنده قناعة، ما يكون متكبر، ما يكون طماع بمراحل حياته مثل ما بنقولها بالعامية. يمكن هذا الشيء بيستمر معه لكثير مراحل حياته المتقدمة يا رشا. أكيد يا للا، بس إحنا كيف فينا؟ هون المشكلة، إنه نحن اليوم كيف قادرين تقنعي هذا الجيل؟ اليوم هذا الجيل بشهادة كل الأخصائيين النفسيين التربويين، نحن بده كل شيء، ونحن للأسف يعني عطيناهم كل شيء وجينا بمرحلة ما بنقول لهم ما بقى فيه. فاليوم ابنك على ما عودتي، يعني أهل أول قالوا وابنك على ما عودتي، وقالوا كمان أنه نحن مفروض روح دائما للصبر والقناعة، لأنه دائما مو دائما الحياة عم تكون منصفة بالنسبة لنا. طيب هذا الطفل وقت اللي بدنا أنا كبره أنه هو عم ياخد كل شيء متاح له، أنا كيف قادرة بقى حط له حدود بحياته بعد ما أنا علمته؟ اليوم ضمن فقرتنا رح نتعرف على أهمية القناعة عند الطفل، كيف أنا اليوم قادرة علمها لطفلي وخليه يكون مقتنع أنه هي عن جد شيء مفهوم جدا وثقافة جميلة بالحياة. اليوم هل ممكن الحد من الطموح، من القناعة حد من طموح هذا الطفل؟ أسئلة كثير حجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم وهي الأخصائية التربوية نغم طربية. صباح الخير يا نغم. هلا، يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم هذا من المواضيع المهمة يمكن كل الأهالي بيعانوا منه، لأنه ما في حدا ما بيقدر يدلل ابنه يعطيه كل شيء بده إياه، لكن لمرحلة من المراحل بجوز لما يكبر يستمر معه هذا الشيء، يصير القناعة تأثر عليه بكثير مراحل حياته، بصير يمكن حدا طماع أو حدا متكبر إذا كان هو ما عنده قناعة. ممكن الظروف تتغير للحظة ما، حتى لو كانوا موجودين الأهل موفرين لهم كل شيء، فجأة ممكن الواحد يصير معه ظروف ما يقدروا يأمنوا له هذا الشيء. بداية خلينا نحكي عن القناعة كمفهوم، شو هو؟ القناعة هو من أهم وأعظم الأمور اللي بيمتلكها الإنسان أو اللي بتكون موجودة، صفة بتكون موجودة بالإنسان. القناعة هي الرضا، والقناعة بمعيار التربوي هو أنه أنا أقتنع بالشيء الموجود عندي وأقدر أكون صبورة على الأيام، مثلاً على أي شيء بواجهه بحياتي. هذا هو، هي هي القناعة، أنه أنا أقتنع بكل شيء متاح عندي وأقدر الأشياء الموجودة أو المتناولة بين إيدي. نحن عم نحكي عن مفهوم، هو هذا المفهوم مجرد بالنسبة لأطفالنا. ما في يجيب ابني وقل له مثلاً يلا أنت لازم تكون قنوع، لازم تسمع الكلمة، لازم ترضى، لازم هي الأمور، لا. بدنا نحول هذا المفهوم من مجرد لمحسوس لحتى الطفل يكون هي الأشياء واضحة بالنسبة له. فكيف أنا بدي أبدأ مع طفلي؟ أول شيء بالدرجة الأولى بدي أبدأ معه من هو وصغير، بدي أحط له حدود واضحة وتكون واضحة له لحتى هو يمشي عليها أو يعرف حدوده. الطفل هو وصغير ما بيعرف حدود بصراحة. أنا إذا ما رسمت له خطوط واضحة ما رح يمشي عليها. يعني من هو وصغير أنا ببدأ معه، الأطفال دائما ببلشوا بدي لعبة، بدي كذا، بدي كذا. دائما بنتفق نحن وأطفالنا أنه نحن ندخل على السوبر ماركت بناخد شغلتين بس. في كتير أولاد طبعا أطفالنا عندهم حيل كتيرة وهن أذكى مننا بمراحل بصراحة، بحكم هذا الشيء اللي نحن عم نعاني منه، هذا الانفتاح يلي عم نشوفه. فهون أنا بكون بحوار تفاعلي مع طفلي أنه نحن رح ندخل السوبر ماركت رح ناخد شغلتين مثلا، إذا هو عند على الشغلة الثالثة لا معلي أنا بمتنع عن هذا الموضوع، وحتى لو أحرجني أمام الناس لا خليني أنا على موقفي وأكد أنه هذا الشيء غلط. أنا نبهت عليك شغلتين وبس. بس الشيء اللي نحن كمان لازم نميز فيه أنه أنا طفلي علمته على تحمل المسؤولية، يعني بداية القناعة تحمل، أو دربته على تحمل المسؤولية، دربته أنه يقتنع بالنتائج اللي حصل عليها. بس هاي الأمور طبعا ما بتكفي، لأنه لازم يكون هلق نحن لما بنحكي أنه الطفل رضي بالنتائج اللي وصل له، هذا ما بيعني أنه بتوقف طموحه. الطموح بتختلف عن القناعة، القناعة شيء والطموح شيء. صح اقتنعت بالنتائج الأشياء اللي عندي، لكن أنا لازم يكون عندي طموح. مثلا ابني بحب يلعب كرة قدم،
بأول مباراة ما تأهلوا، بتاني مباراة ما تأهلوا، هذا ما بيعني أنه يوقف عند حدود معينة، لازم يكمل طموحه. طموح هو شيء نابع من الذات، أما عدم القناعة والرضا هو أنه أنا ما عم بستمتع بالأشياء الموجودة عندي، يعني دائما عيني على أغراض غيري، فلان عمل فلانة ساوت لازم أنا أكون مثلهم. فهذا الاختلاف بين القناعة وبين الطموح، دائما نحن بنسعى لحتى أطفالنا يكونوا قنوعين ويكون عندهم طموح بنفس الوقت، نقدر نميز بين هذول الشغلتين. طيب نغم، اليوم ذكرتي نقطة كتير مهمة وهي الطموح. هل اليوم بتشوفي من خلال عملك أو منظورك التربوي أنه اليوم وقت اللي أنا بدي أقنع طفلي بحدود بحياتهم، كان مادياً يعني كان على المستوى المدرسي، أحياناً الطفل ما بيقتنع بعلاماته، ما بيقتنع بمجهوده، هل ممكن أنا أخليه يروح لعدم الطموح بطريقة ما؟ في أحياناً بجوز الأسلوب يكون خاطئ، أنا ما أقدر أوصل له الفكرة أنه اليوم أنت بدك تفصل بين قناعاتك وبين طموحك. أوكي، أنت كنت مثل ما حكيت مثلاً على، خلينا على سبيل المثال العلامات، أنت وصلت عطيت نتيجة أنت مو راضي عنها، لكن لازم نحن نرضى بهذا الشيء، نقتنع بالشيء اللي وصلنا. ما نوقف هون، دائماً نبلش. مثلاً أنا بطمح كون مصممة أزياء عالمية، أنا هاي العلامات يلي أنا جبتها ما خولتني أدخل مثلاً هذا الفرع، هذا ما بيعني أنه بوقف عند هذا الحد، لازم نكمل. دائما نحن بنسعى لحتى تكون حياتنا مثالية، لكن للأسف هذا الشيء متعب وهذا الشيء صعب كتير، لأنه نحن لما دائما منفكر إنه هي منفكر بالأشياء المفقودة عنا وما بنستمتع بالأشياء الموجودة، هذا الشيء صعب بالنسبة لنا. في عالم أمريكي وصف حالة كتير من الناس، من أزواج أطفال صغار وكبار، إنه بمتلازمة اسمها متلازمة المربع المفقود. صح. بمعنى أنه أنا إذا دخلت على مركز أو على روضة أو على استوديو، فأنا بيلفتني بحيط في 100 مربع، بهالمئة مربع في مربع مفقود فقط. نحن عم نحكي طلع على نص الكاس الفاضي، قصدي تماما انه انا، هل انت رح تطلعي، هي تجربه شخصيه، هل انت رح تطلعي على المربع المفقود وتنسي 99 الكاملين؟ عم نحكي على مستوى ديكور، بنص ساعه ممكن انا بملي المربع المفقود وبيمشي الحال وبالحيط بيكون بصير تمام. فكيف إذا كان الموضوع متعلق بأشخاص بنفسيات؟ يعني أنا هون إذا أنا هذا الشيء المتاح عندي ما استمتعت فيه، هذا الموضوع كتير رح يأثر على أطفالنا. يلي منشوفه نحنا إنه دائما الطفل القنوع هو طفل ناجح بحياته، عنده ثقة بنفسه، هو قادر يكمل الطريق لحاله. الشيء اللي بيعملوه الأهل حرام، الأهل دائما بيعملوه لأن لحتى يدللوا أولادهم، لحتى يعطون اللي بدهم إياه، مشان ما يحرمون من شيء. طبعا هاي المعتقدات خاطئة. التربية المادية، يعني أنا شو بدك بجيب لك، مهم أنت تكون مبسوط، بجيب لك هيك بجيب لك هيك. وصلنا لمرحلة مثل ما حكيتي حضرتك إنه نحن الطفل ما عاد عم يستمتع، ما عاد عم ينبسط بالأشياء اللي عنده. لا لحتى وصل ابني لهي المرحلة. أحياناً الأهل بيكونوا مارقين هنن بتجربة بالطفولة، فبتقلك يعني تعقيباً على كلمتك أنه أنا اليوم ما بدي أحرم ابني من شيء لأنه أنا مرأت بحرمان كتير بطفولتي. تماماً، بحدود، بحدود دائماً. لما بتكون الحدود واضحة، يعني أكيد أنا ما رح أجي يكون حابب أكلة مثلاً، أنا ما أعطيها، ما جب له إياها، ما رح يكون مثلاً ما عنده ولا لعبة وأنا أحرمه من اللعبة، أكيد لا. وخلي ابني دائماً يعيش معنا الجو الأسري، الجو المعيشي، شو ما كان المستوى المعيشي، سواء المستوى رفاهية عالي أو قليل، لازم خلي الطفل يعيش بهذا الجو. وفي فن اسمه فن المماطلة، هذا الفن بده ذكاء، بده كتير طولة بال، بده نفس طويل من الأهل؟ يعني من الأهل. يعني أنا أوكي أنا قادرة أشتري لأبني، لكن هذا الموضوع أنا ما بدي اليوم، مثلاً ما بدي أشتري سيارة لأبني أو باربي أو أي شيء، بدي أجلها لأسبوع. فنحن مثلاً شو سعرها؟ خلينا نجمع لبعد أسبوع كرمال نشتري هي اللعبة. طبعاً هذا الموضوع صعب، واللي عم يسمعنا كتير رح يقول ممكن نعم نبالغ بهذا الشيء، لا، خلينا نكون إيد واحدة لحتى يربى جيل يكون مثقف، يكون واعي، يكون عنده حكمة بكل شيء، يكون سعيد بحياته. لأنه
إذا متاح كل شيء له وهو ما نو مبسوط وما نو مقتنع، معناته هو شخص فاشل. خليني أسعى لحتى يكون شخص ناجح بحياته، لتكبر معه هي القناعات. هي القناعات بتصير عادة بالنسبة له، ما حدا يقول لي ما بيقدر، لأنه مع الاستمرارية والتكرار بكل شيء نحن بنقدر نعمل وبنقدر نغير أطفالنا. نبدأ معهم من هن الصغار، هي أهم شيء. تماما. يعني اليوم نحن لما ميزنا وربينا وبين انه نحن ما بدنا نحب المنطقه وعودنا على الرضا، مثل ما حكيت من شوي انه يمكن في ظروف بيمرقوا فيها الاهل بتكون ظروفهم الماديه كثير مريحه بيامنوا له كل شيء، فجاه هم بتتغير ظروفهم هون، كيف بدهم يرجعوا يعودوا للولد انه نحن ما بدنا قدرانين انه نامن لك هذا الشيء؟ دائما نعيش الطفل بهذا الجو، انه نحن لهذا الشيء نحن بنقول من البدايه نبدا معه خطوه بخطوه، حتى اذا انا كنت قدرانه امل له، ما عليه، خليني فرجيه انه مو كل شيء هو بيتقدم له، خليه يتعب ليوصل للشيء. اي حدا فينا، نحن اذا ما تعبنا بالشيء بالنجاح او مثلا بالشهره او باي مجال إن كان، اذا ما تعبنا فيه ما رح نستمتع وما رح نكون مبسوطين بهذا الشيء. دائما نعلم، طبعا مو لدرجه انه نعذب اولادنا لا ابدا، بس نحن نفرجيهم، نخلي شوي الامور واضحه امامهم. ما روح انا مثلا روح اتدين لاشتري لعبه لابني، ما روح اتدين ولبس ابني، لا، خليني اعيشه بالجو، لانه اذا اوفرت بهذا الموضوع الطفل رح ينصدم بحياته انه نحن وين رايحين، انا وين كنت عايش وين صرت عايش. فلا، من البدايه سواء كانت مادياتنا منيحه او لا، فرجي الولد في حدود لك بكل شيء. هذا الموضوع كثير اساسي وكثير مهم بحياتنا، لانه التربيه دائما نحن بناخذها انه هي عبء. خلينا نستمتع بتربيه اطفالنا، دائما انه كيف بدي اعمل مع ابني، كيف دائما هذا التذمر، هذا عدم الرضا بسلوكيات اولادنا بحياتنا بالاشياء الموجوده عنا، هذا الشيء نحن عم ننقله لاطفالنا، وهذا الموضوع كثير غلط عم ناثر فيه. طب انا كيف بدي طفل راضي وقنوع وانا اساسا مو راضيه بحياتي، مراضية ببيتي، مراضية بشغلي، مع زملائي، مع أصدقائي، كل هاي الأمور بتنتقل للطفل، هو عم يسمع، هو عم بيشوف، مثل ما حكينا ما في أنا حاوره من سنة لخمس سنوات، لا، أنا بدي عن طريق التقليد والتمثيل هو بياخذ هاي التصرفات، فكتير ضروري يكون حذرة وخصوصا بأول خمس سنوات، لأنه بيكبر على هذا الموضوع، حتى لو تحسنت الماديات ما كتير افرض لطفلي، لا، ما عليه، خليه يعرف معنى او قيمه الغرض اللي هو اخده. في اولاد كتير بتشتري له اللعبه ما عجبني هذا اللون او خلص بزتوه يلا جيبوا لي غيره. الاهل من محبتهم باطفالهم وبحبوهن دائما يقدروا عشان يرتاحوا منا بجيبوا لهم هي هذا هو السبب الارجح، انه لحتى يرتاحوا من كل شيء فهن بيعطوهم. لا، نحن المسؤولين عن أطفالنا. هي أساساً التربية رحلة كتير حلوة مليانة مغامرات تحديات، خلينا نفكر بهي الثقافة لحتى نقدر نوصل لأولادنا بشيء كتير حلو ومميز. طيب اليوم خلينا هيك نكون شوي واقعيين أكتر. اليوم الظروف اللي عم نمرق فيها بشكل عام، بحسي أنه أنت اليوم بكيفك أو عدم كيفك أنت عم بتحدي من قناعات طفلك، عم تلزمي بقصص أنت كنتي مثل ما قلنا أنه هو متعود عليها. يعني طيب هذا الطفل اليوم أوكي أنا اقتنع معي أنه اليوم أنا ما فيني أجيب له هذا الغرض أو ما هذه القصة ما أنا متاحة، قال لي أوكي، بس هو نفسيا ما عنده رضا، ما نورضي يعني عن القصة. طيب اليوم هون في تأثير نفسي على هذا طيب الطفل. ما أنا الطفل أول شيء لما بحاوره بحاور طفلي بطريقة تفاعلية، أنا بوصل لنفسيته. يعني أنا مو بس إنه أنا كلامي اللي بده يمشي، كيف أنا قادرة أوصل أقنعه، وخاصة إذا بدي أشوف مثلا بعض أقران جيله إنه هنن قادرين يجيبوا، قادرين يعيشوا. تماماً صح. تماماً. أنا لما أبدأ مع ابني من هو وصغير بهذا الحوار، بهي دائماً الكلام، بخليه هو يطلع الشيء اللي جواته، يحكي الشيء اللي زعجه، شو من شو مبسوط، من شو مزعوج مثلاً، كل هاي الأمور أنا بقدر أوصل لطفلي. يعني أنا لما بحكي وبوجه مثلا او بستخدم فن المماطله، هذا ما بكون عم بفرض على ابني، لا بالعكس، انا هون لما بحكي بطريقه حلوه مو بطريقه الامر، الطفل اكيد ما رح ينزعج. انا بوعده بوقت محدد انه انا بدي
قدم هذا الشيء، أنا بدي أعطيك بوقت محدد وكون صادقة معه، فهون هذا التأثير النفسي أبداً ما بيأثر على طفلي، لأني أنا كنت وعدت وصدقت بوعودي وعطيته اللي بده إياه، فهو بالعكس استمتع بهذا الشيء اللي وصل له، أبداً ما بيأثر عليه وما بيأثر على نفسيته. مهم إنه نحنا ما نجبر الطفل على شيء، هذا أهم شيء بالحوار بيمشي كل شيء. طيب نغم، اليوم أنا وقت بيكون طفلي كبر على غير هاي القناعة، أنا لو شو صدرت لي المجتمع، شو صدرت لنفسيته؟ أول شيء ما عنده ثقة بالنفس، معاجبه شيء ما رح يكون ناجح بحياته، لأنه أساساً حتى لو كان هو، حتى لو عنده كل شيء، هو الكمال لوجه الله طبعاً، لكن أي شيء عنده، يعني نشوف مثلاً فلان ما شاء الله عنده كل شيء ومأمله كل شيء، بس هو مو مبسوط بحياته، هون المشكلة، أنه أنا صدرت جيل فاشل مو قادر يعيش، معاجبه شيء أبداً، رغم طبعاً أكيد نحن عم نعاني من ظروف ومن الوضع العام، لكن نكون قنوعين بالأشياء الموجودة عنا، لأنه هذا الشيء بيودينا لطمع، بيودينا لكره للأشخاص اللي عنا، ما بنحب الخير لغيرنا لأنه بنتمنى الشيء اللي عندهم يكون عنا، فهذا الموضوع كتير مرفوض. لا، لأنه اللي رب العالمين للجميع، مثل ما طعمه رح يطعمني، هذا الشيء كتير ضروري وكتير بهم نحنا ننتبه له خصوصا مع اولادنا. ملاحظه مثل ما ذكرتي انه هذا الشيء ببلش من الطفوله، يعني احيانا الاطفال بتكون الاهل مدللينهم مأمنين لهم كل شيء، شاف لعبه عند حدا من جيرانهم، من ابن خالته، من رفقاته، بده ياخذها، يعني وين ما شاف شغله حبه، حتى ما عنده قناعه، حتى اذا شاف يمكن اكله انه اي هي شافها برا انه هي نحن ما عندنا هيك، مع انه بيكون متوفر له هذا. هذا بنشوفه انه مثلا بيكون اللانش بوكس عنده وفي كثير أكلات طيبة، بس هو ما عم بيشوف هاي الأكلات الطيبة، هو عم بيشوف أكلات غيره، هذا الشيء كتير منشوفه بصراحة. فهون نحن لا، منعلم الطفل هذا الشيء لإلك، مثلا أنت بتبلش بأشيائك، إذا حبيت شيء أو اشتهيت شيء أنا بجيب لك إياه، بس بالوقت المناسب. طبعا نحن بغض النظر عن الألعاب والأشياء اللي هو هاي الشيء اللي هو بيلعب فيه، موضوع الأكل نحن ما فينا نحرمه منه. يعني هذا الموضوع خط أحمر، فأنت ما فيك إذا ابنك مثلا جاي على باله أكلة إنه أنت لا خلص يلا تستخدمي فن المماطلة معه، لأنه كتير صعب هذا الموضوع بالذات. لا، ودائما المادية الألعاب هي تماما هي بدنا نخففها. ودائما الأهل بيوقعوا بهذا الشيء، إنه نحن وقت اللي منأمن لهم كل شيء بدهم إياه، إنه يكون عينهم شبعانة، نحن منقولها إنه مشان إذا شافوا شيء برا إنه هنن يكونوا مقتنعين، ما يتطلعوا لشيء برا، انه هم مكتفيين أبداً. يمكن في اطفال لا بيروحوا لموضوع الطمع، ما بنستفيد شيء، بصير رد فعل عكسي. هاي هي رد فعل عكسي، بانه انا اعطيته كل شيء فهو صار بده اللي عنده وبده اللي عند غيره. لا، خلينا عن جد نبني طفل قنوع راضي بالاشياء الموجوده. وبنشوف كثير ناس بحياتنا عن جد، الاشخاص الناجحه هي اشخاص قنوعه راضيه محبه للاخرين. فهذا الموضوع كثير مهم، و يعني ضروري نتعب عليه نحن كأهل أو كأقارب وأصدقاء، نتعب مع أطفال. أكيد نغم، اليوم فقرتنا بس ما عم نحكي عن القناعة على المستوى المادي، نحن عم نحكي عن القناعات بشكل عام، بالقدر، بالنصيب، بمشاعرنا، بأرواحنا تماماً، وبأقدارنا. يمكن اليوم هذا الرضا قادر يخلينا نتجاوز كتير قصص بحياتنا، نستمر بحياتنا. كنا للحظة عم نقول إنه نحن هون، في ناس لك أنا هون حدي انتهيت يعني، ولكن قناعت أنه أنا رح أستمر، هذا قدري، عم تخلينا نتجاوز. شكرا نغم لحضورك اليوم، تحياتي لك ولكل الأطفال اللي أنت مسؤولة عنهم. حبيبتي خلي لي يعني. شكرا لك نغم وللمعلومات اللي قدمتي لنا إياها. بقية نهار حلو لك. نهاركم سعيد يا رب. يا هلا.